مشاهدينا برحب فيكم وين ما كنتوا عم تابعونا بلبنان بالعالم العربي والعالم، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج الحدث اليوم الجمعه 28 اب 2015. بيسرني اني رحب بضيفي بالاستوديو الصحافي وشو نسميك كاتب السياسي الاستاذ سامي كليب والصديق العزيز طبعا. شكرا استاذ سامي كليب، صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. صباح النور، شكرا للدعوه. ملفات في اليوم على قد ما بيسمح لنا الوقت اكيد. صحيح. الحراك الشعبي اللي عم نشوفه رح يكون له حيز كبير من حلقتنا اليوم، خصوصا انه بكره غدا يوم اخر اذا بدنا نتبع الشيء اللي مكتوب بالصحف اليوم، ويبدو انه في الحشد لبكره والسلطه متحضره كثير منيح لبكره. صحيح. على امل انه ما نشوف صدامات او اي شيء. رح نحكي بهذا الموضوع، هل هو حراك فعلا نابع من الناس ام في اتهامات له بانه ممكن ان يكون محرك من السفارات او من الخارج؟ رح نشوف انه هل عن جد الناس بلبنان بعد ما وصل مع القرف انها تقدر تعمل هيدا الشيء ولا لا. على طول حتى ثوراتنا او انتفاضاتنا او حراكنا بده يكون كمان مصطنع او بده يكون معلب او جاي من الخارج. بالسياسه كمان عندنا ملفات لانه كلها مرتبطه ببعضها، واليوم كلمه مرتقبه للعماد ميشيل عون الساعه 11 رح ننقلها مباشره على الهواء ونرجع نحن وياه كمان نعقب قبل وبعد، يعني رح نستبقى ورح نحكي نعقب على المؤتمر كمان، اضافه الى الوضع الاقليمي وسوريا بالتحديد، وخلينا نقول منتفعاتها كلها اللي حوالي هذه موسكو الأزمة. تحديدا ما هي ضمنا ما هي ضمنا، يعني موسكو. صحيح. صارت مرتبطه بالازمه السوريه مباشره. خلينا قبل نقوم بجوله اخباريه سريعه مع زميلنا رامز القاضي، نعود بعدها ونبدا بالحوار. شكرا سمر واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. في حادث مفجع في عكار قضى الطفل محمد خالد العلي ابن السنوات الثلاثة احتراقا بعدما التهمت النيران منزل المواطن خضر محرز في بلدة احرار العكرية المؤلف من طبقتين. وبحسب الوكالة الوطنية فان حريق المنزل سببه احتكاك كهربائي، هذا وقد نجا من الحادث 10 اشخاص كانوا في داخله. تعقد حملة بدنا نحاسب مؤتمرا صحفيا عند الواحدة من بعد ظهر اليوم في ساحة رياض الصلح للإعلان عن مستجدات ملف التوقيفات، كما دعت الحملة إلى مسيرة عند الساعة 6 مساء تنطلق من رياض الصلح باتجاه وزارة الداخلية في الصنائع بمشاركة المصابين من التظاهرات الأخيرة. من جهتها تعقد مجموعة طلعت ريحتكم مؤتمرا صحفيا في الساعة 6 من مساء اليوم في ساحة الشهداء، وذلك للإعلان عن وثيقة مبادئها وتفاصيل التحرك المدني الذي تشهده الساحة غدا السبت. أفاد مراسلنا في بعلبك أن شرطة بلدية اللبوي وأهالي البلدة قد أوقفوا قبيل منتصف ليل أمس ثلاث شاحنات كانت تنقل نفايات من العاصمة بيروت إلى بلدة عرسال، وأقدم الأهالي على احتجاز الشاحنات بأكوام الأتربة بعدما عمدوا إلى تحطيم زجاج واجهاتها، فيما فر سائقوها إلى جهة مجهولة. يعقد رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون مؤتمرا صحفيا قبل ظهر اليوم في الرابي، يتحدث فيه عن الوضع الحكومي غدات مقاطعة وزارية بالأمس، ويوضح المسار الذي سيسلكه التيار الوطني في المدى المنظور. النائب الممدد وليد جنبلاط قال للسفير لا يجوز استبعاد العماد عون، وأنا أتفهم موقفه من مسألة توقيع المراسيم، وأعتقد أنه من الأفضل إقرار بعضها بالتشاور معه، وبالتالي لا يجوز استخدام قضية المراسيم لإقصائه. وأضاف جنبلاط لسنا بحاجة إلى مزيد من التوتر السياسي، ولا نريد أن نقاطع بعضنا البعض، بل يجب أن نعيد تثبيت مبدأ الحوار لسيما في هذه المرحلة. وتعليقا على مناشدة الرئيس فؤاد السنيورة له بإعادة فتح مطمر الناعمي، قال جنبلاط إعادة فتح المطمر ليست واردة، وأنا سأخصص المطمر لوضع خاص سأكشف عنه من خلال تعليق أنشره على طريقتي الخاصة عبر تويتر اليوم.
أكد رئيس مجلس النواب الممدد نبيه بري أن تمنيه على رئيس الحكومة تمام سلام التريث في توجيه دعوة جديدة لانعقاد مجلس الوزراء يندرج في إطار المساعي الجارية لإصلاح ذات البين الحكومي. وقال بري للمستقبل: تركنا للصلح مطرح. وإذ وصف القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء أمس بأنها ضرورية، لفت في الوقت عينه إلى ضرورة عدم استمرار الأمور على هذا المنوال في الحكومة، مضيفا: أمامنا فرصة، ولعلنا بالحوار والاتصالات نتوصل إلى حل. بهذا الخبر نصل إلى ختام هذا الموجز. عودة إلى سمر وضيفها. شكرا رامز، برحب فيكم من جديد مشاهدينا، وابدا الحوار مع ضيفي الصحفي الاستاذ سامي كليب. اهلا وسهلا فيك من جديد. اهلا فيك، شكرا. استاذ سامي، غدا يوم اخر، هيك العناوين اليوم، يعني تلاقت عنوان جريده السفير بعنوان جريده الجمهوريه، كلهم متوقعين بكره يوم اخر. ماذا يتوقع سامي كليب للغد؟ يعني انا استمعت الى الموجز في مؤتمر صحفي للجنرال ميشيل عون. اعتقد انه غدا سيكون هناك حشد شعبي لا باس به، لانه في عمليه تحشيد للناس، وفي غضب كبير عند الناس، وفي نقمه، ويعني الناس قرفت وملت مثل ما بنعرف بهذا البلد، وكل واحد يريد أن يعبر بطريقته عن هذا الغضب على السياسة. بتصور الجنرال ميشيل عون غدا ربما ينزل أيضا ناسه، وأعتقد أنه في قرار بأن يحملوا أعلام التيار أيضا، وهذا يطرح سؤال، يعني هل مسموح، يعني بدون ينزلوا كمواطنين لبنانيين وليس كحزبيين أو منتسبين كحزبي للتيار الوطني؟ لا، رح ينزلوا كحزبيين وكمواطنين، يعني ستُرفع أعلام تيار العماد ميشيل عون أيضا. ليش بدها ترفع علامة تيار العماد ميشيل عون؟ بدك تسأليني ولا بدك تسألي؟ أنا بتصور أنه بالنسبة له بدها ترفع علامة التيار؟ إيه، رح سيرفعون حسب ما فهمت، سيرفعون علامة التيار. هذا أمر مرفوض من قبل المنظمين أو من قبل كل الناس، يعني الناس كلها عم تنزل حاملة العلم اللبناني، هل علم التيار الوطن الحر هو أهم من العلم اللبناني؟ شوفي، القرار اليوم لحد الآن هو أنه سترفع علام التيار غدا في التظاهرة لجماعة التيار، وبتصور هذه رسالة سياسية من الجنرال عون في حال أصر عليها، أنه بالنهاية نحن التحرك الشعبي، لأنه يعتبر الجنرال عون أنه كان الأول أو بين طليعة المبادرين بإنزال الناس إلى الشارع قبل ما تحصل التظاهرات في وسط بيروت أولا، وثانيا هو يعتبر أنه هذه المطالب الشعبية هي مطالبه بالنهاية. بتصور هي رسالة سياسية للأطراف أنه حاولتم إحراجنا فنحن سنحرجكم أكثر، وبتصور اليوم بالمؤتمر الصحفي سيقول كلاما سياسيا عاليا جدا ومهما بعد قليل. رح احكي، رح اسالك، لانه شكلك عندك معلومات عن الكلام السياسي اللي بده يقوله، رح اسالك عنه، بس خليني ارجع اعلق على نقطه رفع الاعلام. اليوم لما بينزل التيار الوطني الحر رافع الاعلام البرتقاليه، اعلام التيار الوطني الحر، ما بيعود في مبرر لاي جهه. اليوم الاشتراكي بيرفع علمه، والكتائب بيرفع علمه، واي حدا مشارك بهذه التظاهره وامل والمستقبل، ما بعرف اذا المستقبل مشاركين، ولكن يعني أي مواطن بينتمي لتيار بحق له ساعتها يرفع علمه، وساعتها بنكون رجعنا تقسمنا، ما توحدنا تحت راية الوطن. يعني هذا المنطق هذا يقوله، ولكن يعني هون شوي بتروح، يعني حيتهموه أنك عم بتخرب لنا المظاهرة. أي المنطق هذا ما يقوله، ولكن أنا أعتقد أنه كل التيارات السياسية في لبنان للأسف بالنسبة للناس متآلفة بين بعضها البعض لكي تقمع كل هذه الحركة في الشارع. وأنا لاحظت أنه كل التصريحات وكل الاجتماعات التي حصلت في اليومين القليلين الماضيين، أو في الأيام القليلة الماضية بالأحرى، أنه كل التصريحات تصب إن كانت محلية أو إقليمية من بعض الدول أو حتى دولية في صالح أنه يجب أن تبقى الحكومة، يجب أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع بعض الإصلاحات. وبتصور أنه كل الناس عندها رغبة ضمنية بأن تنتهي هذه الحركة في الشارع. لا أعتقد أن أحدا يريد فعلا أن يدعم هذا التحرك. بتصور الجنرال عون يريد أن يقول أنا صوت آخر في الشارع، أنا أريد أن أتحرك مع الناس وأحرك الناس. هذه طبعا رسالة سياسية عالية جدا من قبله. هلأ شو بتأدي بالشارع؟ أنا أساسا
يعني بدها تعمل تشنج بالشارع، بدها تعمل خلاف. هي ممكن تعمل لأنه تشنج لأنه كان في تجربة، وأنا أتوقع يعني جرب تشنجات. جرب مع الوزير الياس أبو صعب ينزل وقوبل بالطريقة يعني يلي زعجته ويلي قوبل بها. ما بدهم سياسيين، ما بدهم حدا يحط إيده أو يوقع اسمه على هذا الحراك الشعبي. بدهم إياه حراك شعبي بيور صافي، ما يكون في يد للسياسي فيه أو تدخل سياسي. يعني عملية أنه ينزلوا بالأعلام هذا تحدي، تحدي للحراك الشعبي للناس قبل ما يكون تحدي لي او رسائل سياسيه. بس ما فيكي سمار، يعني ما فينا الناس لما تتحرك في الشارع لا تستطيع ان تقدم شهادات حسن سلوك لهذا او ذاك. يعني في ناس تنزل وتتضامن معها. هلا بتقولي لي انه في بعض السياسيين بيستغلوا، بيصيروا يحكوا، بيصيروا كالعاهرات اللواتي يحضرنا بالعفاف، يعني من جهه هن فاسدين وهن عم يصرحوا باسم الناس، اوكي. بس انا مثلا وزير مثل الياس ابو صعب انا بشوفه انه انسان جيد طبعاً. بالبلد وعمل اصلاحات كثير وانسان من قلبه مع الناس. انه اذا نزل بالتظاهره وين المشكله؟ يعني ما فيكي انت، لا يستطيع الناس ان يقولوا انه هذا الوزير ممنوع يدخل هذا. لا، الناس نزلت تتضامن معكم، بالعكس رحبوا فيهم. بس انا عم بقوله هي صوره رده الفعل على يعني اليوم كمان. ممكن قد ايه استسامه الناس فيها تتقبل انه اليوم طيب مع هذا الوزير على قد ما هو منيح وعلى قد ما هو ايديه نظيفه وكل هذا الامر، لكنه جزء من هذه الحكومه يلي هن سايرين عليها وقايمين قيمتهم عليها. انه شربل النحاس كان وزير، بس فيك تحكي عنه مش نظيف؟ انه جورج قرم كان وزير، فيك تحكي عنه مش نظيف؟ شرب النحاس ما حملوه بالحكومه طبعا. يعني حتى الاصلاح والتغيير ما حملوه بالحكومه. يعني مش لانه الواحد وزير فهو سيء، يعني صحيح. يعني انا مثلا لفتني ببدايه التظاهره العام هو انك جزء من هذا النظام. يعني انت اليوم عم بتنتقد حكومه انت جزء منها، وعم تنتقد نظام انت جزء منه. يعني اليوم الناس مش كثير بتنبلع معه. يعني في كان وزير بفرنسا اسمه جان بيير شوفينمان بالحرب على العراق، فقال الوزير اما يغلق فاها او يستقيل. واحدة من اثنين. هلأ في وزراء عنا أغلقوا الأفواه لأنه عندهم مصالح وما استقالوا، ولكن بنهاية الأمر في بعض الوزراء. يعني أنا مثلا تفاجأت سوسن بأول التظاهرات أنه بدأ هجوم مثلا مباشر على وزير الداخلية، أنه هذا المشنوق. أنه في مرات بتحسي أنه بعض التحركات على الأرض رغم أنه هي شعبية ورغم بتعبر عن قلق الناس وغضب الناس وفقر الناس وتعرض الناس للفساد ولا كهرباء ولا مي ولا كذا، وكلنا بنعاني من هالأمر. يمكن أنا وياك أحسن شوي لأن وضعنا أحسن، بس كل الناس فقراء بالنهاية أو الجزء الأكبر منهم. بس بتفهمي في بعض الإشارات السياسية ما بتفهميها، مثلا أنه بتصيري بتقولي حدا مثلا مثل وزير الداخلية أنه هذا المشنوق الأكثر تنسيقا منذ بدأت الحكومة في الخطة الأمنية، عمل إصلاح السجون، عنده علاقة جيدة مع الطرف الآخر اللي هو حزب الله وحركة أمل وما إلى ذلك. أنه طيب الهجوم عليه فقط لأنه وزير داخلية؟ طب الناس اللي أطلقوا النار في من الدرك كلهم تابعين لوزارة الداخلية ولا في ناس تابعين لربما لآخرين مثلا؟ طب شو بعرفني أنا شرطة مجلس النواب مثلا؟ يعني ما هو بدك تسألي أسئلة كتير حول الموضوع. هلا في القلب شيء والعقل شيء آخر. إذا بدنا نحكي بالعواطف والقلب، كلنا لازم نكون مع الناس ولازم نتظاهر دايما معهم. هي الفكره اليوم دايما بغض النظر عن اهميه الكلام يلي حضرتك عم تقوله يلي معك حق فيه 100%، بس دايما في مسؤول. يعني في حدا بده ينصب جام الغضب عليه. يعني هلا مشكلته انه هو ارتضى انه يكون بموقع المسؤوليه، بده يرتضي كل شيء. انا وياكي بنعرف مين اباطره ليش البلد. ليش مصرت عيطلي سوسن؟ سمر، سوري. تحيه لسوسن. سوري سمر. الأباطرة الحرب بلبنان مش هيك معروفين؟ يعني مين اللي جامع كل المال وناهب البلد معروفين مش هيك؟ انه انت لما بتسلطي الضوء او بتسلطي الهجوم على رئيس الحكومة تمام اسلام، وانا بتصور انه هو ربما افضل بكثير من غيره ومن افضل رؤساء الحكومة اللي اجوا، وانسان توافقي وادمي والله مع الصابرين. لا، انه لما بتوجهي كل اصابع الاتهام ضد شخص بتصيري بتطرحي علامات استفهام انه هو المسؤول عن افقار الشعب. لا، المسؤولين معروفين، معروف مين اغتنى بالحرب، معروف مين وجه كل الاتفاقات. تراكم مشاكل مع كل الحكومات يلي سبقت. يعني ما فينا نيجي نحمل هذه الحكومه كل شيء، بس حزة عاطل ثاقبت بهيدا الوقت وحملت كل هذا الوزر، وهيدا ما بيمنع انه عملت خطوات اخطات فيها او ما عرفت تداركها. بس اليوم في فضيحه، يعني فضيحه النفايات زبالة، في فضيحة، فضيحة المناقصات اللي صارت هي فضيحة بكل معنى الكلمة تماماً. يعني يعني كمان شوفي سمر، بشدد على سمر، يعني في محلات الجلد مظبوط. شوفي هذا البلد
لبنان من أكثر الدول فساداً وإفساداً في كل المحيط، لأنه ما في رقابة وما في قوانين. وأنا مع احترامي للقضاء، بس القضاء غير مستقل، القضاء خاضع أيضاً لمشيئة سياسية. يعني أنا بتذكر أنه لما كنت عايش بفرنسا كان في قاضية مشهورة جداً اسمها إيفا جولي، وأصلها نرويجي. في بس بدأت روائح الفساد تخرج، أنه بعض الوزراء عم ياخدوا صفقات، بعض النواب عم ياخدوا صفقات، ذهبت هذه القاضية مع مجموعة من القضاة، وكانوا جريئين جداً، مع وسائل الإعلام، وبدأت تداهم البيوت في الفجر. أنا بتذكر تماماً حين داهمت بيت أهم وزير خارجية هو رولان دوما، وأوقفته إلى جانب الحائط حين أراد أن يمازحها، قالت له أسكت أنا أعطيك الكلام حين أشاء، كان أهم وزير خارجية. وعملوا حركة سياسية، حركة قضائية، خوفوا السياسيين، خف الفساد. بتذكر أنه رئيس وزراء مثل بيير بيريغوفوا اللي كان رئيس وزراء بفرنسا انتحر، لأنه كشفت معلومة، شوفي شو سخيفة، أنه هو أخذ قرض من بنك اسمه كريدي ليوني بدون فوائد، لأنه رئيس حكومي البنك قدم له هذه الهدية، أنه أخذ قرض بالنهاية، بس البنك منحه أنه بلا فوائد، نحن رح نعطيك القرض. انتحر كرمال هيدا، انتحر كرمالها. شو بده يعملوا؟ رئيس الجمهورية جاك شيراك تعرض للمساءلة فورا، دخل وزراء، دخل نواب إلى السجن. ليش؟ لأنه القضاء آنذاك تحرك باستقلالية تامة، وكان مدعوم من وسائل الإعلام مشان يغطي. هلأ فيما هذا بعد هذا موضوع حلم بالنسبة لنا بلبنان، لذلك حلم أنا أقول بعيد المنال كمان تماما يعني. لذلك أنا أقول أنه لبنان أكثر الدول فسادا وإفسادا، ولكن أقل الدول إنتاجا لثورة شعبية حقيقية. ليش؟ لأنه الأطراف السياسيين الأساسيين اللي عندهم شعبية واسعة، يعني غدا لو بيطلع حزب الله ولا بيطلع وليد جنبلاط النائب وليد جنبلاط، أو بيطلع مثلا الرئيس نبيه بري، أو بيطلع أي طرف آخر، أو سمير جعجع رئيس القوات اللبنانية، ويقولوا لناسهم ما تنزلوا إلى الشارع، شو بيضل بالشارع؟ بيضل بعض اليساريين وبعض الناس الناقمين. ولكن التبعية الموجودة في لبنان لا تنتج ثورة شعبية فعلية مستقلة عن القرار السياسي، وهذا هو التراكم الحقيقي منذ استقلال لبنان وما قبل استقلال لبنان. أنه كل واحد بالنهاية للأسف الشديد، الأهمية اللي حاصلة اليوم بالشارع، أنه في ناس تقول يا أخي أنا ما بدي يكون غنمي، ما بدي يكون عنزي وراء راعي، وأنا أريد أن أقفز فوق الطوائف والمذاهب وأنزل، إذا كنت من اليسار ولا اليمين ولا مسلم ولا مسيحي ولا درزي ولا أي شيء كان، بدي أنزل وأتظاهر، لأنه ما عاد بقدر بحمل. يعني أنا من لما رجعت من أكثر من 3 سنوات إلى لبنان واستقريت هنا، كنت حتى حين أنزل في الشارع سمار ويعني أشاهد زحمة السير وبشوف أنه ما في كهرباء وما في ماء، كنت دائما أتساءل طيب هذا الشعب هل دجن إلى درجة أنه ما عاد حتى يتحمل كل يعني هالذل، سريع التعبير، بس أنه عفوا أنا آسف، بس أنه الحمار إذا ضربتيه بيلبط بالنهاية. نحن عندنا شعب صار له 40-50 سنة أخضع لكل أنواع بنش خلاص. وبعدين الساسة ينهبونه، مش هيك عم ينهبوا؟ يعني شوفي الثروات الطائلة اللي صارت عنا، أنه لبنان مش بالصدفة صار بالمرتبة 136 على لائحة الفساد العالمية، مش بالصدفة عدد الجرائم اللي عم تحصل عنا، مش بالصدفة نقمة الناس والسرقات. وأنا بأكد لك أنه ما يعلن عنه هو جزء بسيط مما يحصل في هذا البلد. طب بالنهاية الناس عم تتحرك، بس هل هذا الحراك بنهاية الأمر سينتج ثورة لكي تغير هذا النظام وتبدله؟ أنا للأسف الشديد، رغم أنه أنا مع الناس وبحب أتظاهر كل يوم معهم، بس أنا للأسف الشديد لا أرى أنه بالتركيب السياسي الموجود بالبلد وبالتبعية الشعبية للزعماء تاريخيا ومستمرة هي، يعني بتشوفي الواحد اللبناني يشتم زعيمه ليلا نهارا، لما بتجي الانتخابات بروح بيصوت له، لأنه بيعرف وبس يدعي على التظاهر بينزل، إيه لأنه بيعرف أنه لما بده يدخل بالجيش وبده يدخل بالدرك وبده يدخل الوظيفة وكذا بده يروح لأي شيء بده إياه بالنهاية. في وهذا النظام الذي ركب في لبنان ركب مافيا من السياسيين متآلفين بين بعضهم. يعني أنت لما بتشوفي فضيحة سوكلين ولا غيرها بتشوفي أنه السياسيين ما في يسار ويمين، وفي هيدا مع وهيدا ضد، وهيدا مع المقاومة وهيدا ضد المقاومة، وهيدا مع السعودية وهيدا مع إيران. لا، بلحظة معينة بتشوفي في تآلف إما لقمع حركي أو لتقاسم الجبنة. يعني أنا ما شايف فضيحة، وربما لأجل الصدف أنه فضح السياسيون في هذا البلد بأسوأ شيء، بالزبالة مش هيك؟ بس بالنهاية هل هذا سينتج ثورة شعبية فيما بعد؟
انا بتمنى بس انا ما بشوف جاهز لبنان. لا يعني لا هيدا الحراك يعني لا. ما فينا نسميه ثوره يعني لا مش جاهز. هو بعيد بعده عن عن الثوره، حتى ما فينا نسميه سماه البعض انتفاضه، فكمان ما فينا نطلق عليه انتفاضه، بعده بطور الحراك. وهو بطور الحراك ليش اذا بدي ارجع للعماد ميشيل عون، هو بطور الحراك. طب اليوم ينظر انه التيار الوطني الحر، تكتل الاصلاح والتغيير المفروض يكونوا اول ناس هن اللي يكونوا موجودين على الارض ودون اعلام ودون نزلي. صفات حزبيه نازلين، بس هلا نحن النقاش على باعلام اورانج ولا بالعلم اللبناني عم بتقول لا يمكن باعلام اورانج يمكن يتغير، يمكن يتغير الوضع لانه في اتصالات، في اتصالات كثيره معه. بس انا بتصور انه الجنرال بمؤتمره الصحفي اليوم سيعلن خطه متكامله دستوريه شو عطيني يعني انا حسب ما بعرف انه الجنرال عون بعد قليل سيعلن انه بالنهايه انت بدك اما تعملي انتخاب رئيس جمهوريه او بدك تعملي قانون جديد للانتخابات على قاعده النسبيه وهذا مهم جدا، تنتجي مجلس نيابيا، المجلس النيابي بشكل حكومه وطنيه، الحكومه تبحث بمآل النظام اللبناني ان لم يكن اصلاحه فتغييره. يعني انا بتصور انه اليوم الجنرال عون بده يشرق، بده يقدم مسودة مداخلة دستورية قانونية سياسية، وبتصور انه ساعدوه فيها خبراء كثيرون لبنانيون واجانب وربما من فرنسا تحديدا لانتاج قانون دستوري جديد معتمد على النسبيه، يعيد اذا بدك اصلاح والاخلاق للمؤسسات الدستوريه اللبنانيه. طيب برأيك حتى لو ادى ذلك الى اصلاح او تغيير النظام، يعني حتى الجنرال عون انا بتصور رايح باتجاه انه هذا النظام ما عاد يصلح ولابد من تغييره. إذا بدك تغيري في قواعد دستورية بتصور اليوم ربما يوزع ورقة أو يشرحها هو حول هذا الأساس. اليوم على شو بيني العماد ميشيل عون الشيء اللي بده يقترحه، علما انه قام بعده مبادرات بالسابق ولا مبادره لقت اذان صاغيه. هلا امبارح كمان اللافت انه كان عند البترك كمان اجتمع مع سيدنا البترك لاكثر من ساعتين عمليا، وكان عنده اتصالات مع كل الاطراف المسيحيه بالتحديد، لانه هذا حراك عام خلينا نقول، بس المسيحيين بموضوع الرئاسي وبموضوع النظام لهم وجهه نظر معينه بهذا الاطار. على شو معتمد الجنرال اليوم؟ يعني مفروض نقول ما يئس من المبادرات عقد ما قدم مبادرات وانقطعت عليها الطريق وانوضعت العصب الدولي، عشو معتمد اليوم؟ يعني أنا أعتقد سمر أنه الجنرال عون بيعتبر نفسه طبعا هو الأكثر شرعية لمنصب رئيس الجمهورية، وطبعا بيعتبر شعبيا ونيابيا وما إلى ذلك وأخلاقيا وإداريا أنه الأكثر شعبية. أنا بتصور أنه الجنرال عون عاد وموضع نفسه في القرار الأول في هذا البلد أو بين القرارات الأوائل، لأنه إذا بتلاحظي مثلا الاتصالات اللي جرت من قبل الرئيس نبيه بري معه اللي هو عمليا خصمه حاليا، الاتصالات اللي عم تحصل من قبل النائب وليد جملات معه، يعني وليد جملات عم يرجع يقول انه ميشيل عون هو حاجه وطنيه وعبيد وانه ما فيكم تقصوه وما فيك تقسيمه الى ذلك، لانه هي له اسبابه ايضا. بس قال بالمقابل كمان انه عول على يعني فهمته وطوله باله وحكمته يعني كمان ما هيدي رساله مبطنه أوكي. يعني لا بس ما هو كمان ميشيل عون موجود بالجبل بالنهايه قادر على تحريك مناطق اخرى الجنرال ميشيل عون. الامر الثاني سمر وانت بتعرفي اكثر مني، المسيحي في هذا البلد يذل يعني بشكل كبير انه لا عندك رئيس جمهوريه، ما في قرار. طب حين يصل إنسان إلى تكتل نيابي مهم يستطيع يصبح رئيس الجمهورية بيطلع أنه في قرار إقليمي ممنوع. يعني إذا بتشوفي نحن عم يحصل بالبلد منذ فترة حتى اليوم أنه ليش الجنرال عون مقصي، ليش عم تصير أحداث عين الحلوة، ليش عم ترفع شعارات ببعض التظاهرات ضد، لأنه عم نرجع للنقطة الأولى المركزية الأولى أنه حصل تقدم كبير لمحول إيران وسوريا وحزب الله وكذا بعد الاتفاق الغربي الإيراني. كل من له علاقة بحزب الله يجب أن يحاسب ويقصى. ميشيل عون يدفع ثمن واحدة من الأثمان أنه هو عمل التفاهم التاريخي مع حزب الله. طيب هو يقول أنه أنا حميت البلد بهذا التفاهم التاريخي وأنا عندي شعبية كبيرة وأنا عندي شو اسمه هذا تجمع نيابي كبير، طيب وأنا الأكثر شو اسمه فرص للوصول إلى رئاسة الجمهورية، لماذا أمنع من ذلك؟ بتصور بكرة بالرسالة اللي عم يقولها ميشيل عون غداً
كان اليوم المؤتمر الصحفي انه يدعو الى نظام انتخابي نسبي والى مجلس نواب جديد وحل مجلس نيابي كذا، يقول انه كل هذه المؤسسات للدوله مهترئه ويجب اصلاح كل النظام. طيب فليكن بس بهيدي النقطه بالتحديد اليوم بده يطلع مين يقول له انه هيدا كله بدك تعمله دون رئيس جمهوريه، ولا بده يكون في رئيس جمهورية بالأول يقول هيدي بالضبط؟ هو النقطة الأولى التي سيطرحها اليوم ميشيل عون حسب علمي، يعني أنا ما بدي أستبق ماذا سيقول، ولكن حسب علمي النقطة الأولى التي سيطرحها أنه الأولوية انتخاب رئيس جمهورية قبل كل شيء. لا هو بالنسبة له هذه هي المسألة الأساسية. شوف هي طبيعة رئيس الجمهورية، يعني اليوم إذا عم يقترح هذا الأمر وهو المرشح الأول والأخير بالنسبة له لرئاسة الجمهورية، اليوم الأمور لا تذهب باتجاه ميشيل عون رئيس الجمهورية. بس ما هو في عم يطرح بديل عمليا بالإصلاح الدستوري. عم يقول رئاسة تمر بالرابية، ممكن تمر بالرابية يعني بموافقة العماد ميشيل عون، مش ضروري تكون. السيد رجع وضحت ثالث نهار او رابع نهار، لأن اول نهار خلقت بلبلة انه شو يعني تمر بالرابيه، تمر بالجنرال ميشيل عون انه لازم يوافق على رئيس جديد. لا، رجع السيد حسن نصر الله بعد يومين وعاد وحدد وقال انا اعني انه نحن دعمنا مطلق للجنرال ميشيل عون. هل هيدي الظروف هلا ممكن توصل الجنرال ميشيل عون الى قصر بعبده؟ شوفي الظروف الحاليه عندك احتمالين، اما الاحتمال التوافقي واللي هو انا استبعد انه بالتوافق الحالي انه الجنرال ميشيل عون محسومة. يكون يعني استبعد انا نحن بالنسبه لنا مش استبعاد حسب لا ما تحسمي شيء بهيدا فيتو. شوفي هيدا البلد سوق نخاسه للجميع، يعني ما بتعرفي شو بيصير باخر لحظه. حتى الجنرال ميشيل عون يمكن يكون باخر لحظه فلتت الشوط، يمكن مش اكيد، يعني ما فيك تستبعدي اي شيء بلبنان، ويمكن يجي واحد مش معروف مثل ما بيحكوا عنا باللبناني قرعه بيو منين ويجي رئيس جمهوريه، مش هيك؟ بس انا عم بقول بالمناخ التوافقي في جزء يقصي الجنرال ميشيل عون، بدك تتوافقي معه. كيف بدك تتوافقي معه؟ اما ساعتها بدك ترضي انه اذا اجى الجنرال عون هيدا الثمن او لا، او بدك تروحي باتجاه الصدام. أنا برأيي المؤشرات التي بدأت تظهر الآن في الشارع هي مؤشرات للقول نحن مستعدون لرفع مستوى الصدام إن حشرتمونا أكثر. يعني شفنا تصريح السيد حسن نصر الله. السيد حسن شو قال؟ قال إنه نحن ما في ولا حزب مش هيك ولا طائفة تستطيع قيادة هذا البلد، ولكن بالنهاية الحوار هو الأسلم، والجنرال عون هو حليفنا وهو مرشحنا الأول. الجنرال عون رفع مستوى الكلام اولا بالسياسي وسحب الوزراء هو وحزب الله ونازل على الشارع. بينسحب هيدا الموضوع على الشارع برايك؟ هل بنوصل لمرحله بنشوف حزب الله بينزل مع العماد ميشيل عون بالشارع؟ شوفي انا عندي نظره سوداويه للشارع وعندي نظره متفائله. النظره المتفائله انه الناس تنتفض وانه بده يكون عندها شيء، يعني اذا بتروحي اليوم على كل بيوت سمر بكل بيت في تأييد للناس اللي عم تتظاهر، مش هيك؟ بيتك وبيتي وبيت الناس كلها، لأنه بالنهاية هو عم يعبروا عن غضب كبير عند الشعب اللبناني. ولكن بالسياسي في مكان آخر، أنا أتصور بالمشهد السوداوي أنه بتصير التظاهرات، غدا بيكون في تظاهرة كبيرة، بعد شوي بنصير بندخل بمسألة أنه التظاهرات بلشت عم تروح باتجاه أمني خطير على البلد، بعد شوي بيصير في دفع أطراف من هنا وأطراف من هوني، بيصيروا بالنهاية المطاف بيخلوا المتظاهرين يعلقوا ببعضهم ويصير في مشاكل بين المتظاهرين وليس بين المتظاهرين والدولة أو السلطة، وبالنهاية بيطلع أنه لازم يحسم الوضع وممنوع التظاهرات لفترة طويلة. لأنه أنا مبارح لما شفت وزير الإعلام عم بيحكي عن موضوع الإعلام لاحظت أنه في لطشات واضحة أنه بالنهاية حتى الإعلام يجب في المرحلة المقبلة أن يكون عم يغطي بهذا الاتجاه وليس باتجاه آخر، ولازم نحد من حركة هذا الانفلاش الإعلامي اللي حاصل. يعني إحنا منحيي وزير الإعلام يعني، بس إنه ياريته ذكر بطريقه عملية الاعتداء على الصحفيين، يعني ما مش موجودة. شوفي حتى بالاعتداء سمار، حتى بالاعتداء أنا عندي وجهة نظر إنه نحن من أول التظاهرة لحد اليوم عملنا إنه قوى الأمن هي المجرمة وهي الفاسدة وهي اللي عم تضرب الناس وعم تطلق نار على الناس. بالنهاية أنا بس فكر برجل أمن بياخد 500 و600 دولار كمان وموجود تحت بهيدي الساحة، أكيد قلبه مع المتظاهرين، بس ما بتصور إنه في رجل أمن بيضرب الناس بلا ما هو كمان يتعرض لشيء. يعني نحن كمان بالإعلام لازم ننتبه إنه بس بدنا نحمل رجال الأمن، وأنا بتصور بيتحملوا مسؤولية ولازم يحاسب رجل الأمن الذي أطلق الرصاص على الناس، لازم كمان نفكر إنه في ناس كمان زعران ضربوا رجال الأمن. هذا كان واضح يعني لازم نفكر باثنين. خلينا برح
مرحبا فيكم من جديد مشاهدينا، واتابع الحوار مع ضيف الاستاذ سامي كليب. اهلا وسهلا فيك من جديد. أهلا فيك استاذ سامي. بعد في وقت اصبت ايه عندنا يعني وقت منيح يعني. طيب. اليوم ما حنختمع بكير يعني مكملين. طيب. حكينا بكلام الجنرال ميشيل عون شو ممكن يقول بمؤتمر الصحافي قبل المؤتمر. صحيح. اصبنا بكثير محلات واخطأنا بالتظاهر باليوم بالأحرى. بيوم التظاهر طبعا بيوم التظاهر بس. صحيح. هيدا شو معناتها يعني اليوم يلي عم يسمع العماد ميشيل عون شو بيقول؟ بيقول ميشيل عون شرخ الصف، شرخ الصف. انا بشوف جزئين سمر، بشوف جزء اول انه لو كان قرار التظاهر بقي لغدا كان ممكن يصير شرخ. بتصور كمان صار تسوي معين انه نحكى معه يعني الناس اللي حكيت معه انه تظاهر بتيارك باعلامك ولكن في يوم غير يوم. طيب بس انت هون جيت خلقت شارع اخر في... يعني ايه؟ هي في الاتحاد قوه اذا بدنا نقول يعني انت اليوم جيت شقفته هيدا الشارع. اليوم ما حدا بيقدر ينكر انه في جزء من هالناس اللي نازله الا جمعه عم تنزل من سبت الماضي لهلا، في ناس كتير من التيار الوطني الحر يلي هن بايدوا خط العماد ميشيل عون كانوا عم ينزلوا كمواطنين كافراد. بس ممكن تفهميها بشكل تاني كمان كيف؟ سمر يعني هو كما قال في المؤتمر الصحافي يعني اولا طرح مبادره اصلاح النظام عمليا البرلمان والحكومه الانتخاب وكذا بس هو عن ولكن الشارع. هو قال ايضا انه بالنهايه الشارع عم يوحي الجنرال عون انه الشارع عم يخد له شعاراته لإله. هل هذه الشعارات اللي حكر عليه بس اسمحي لي شوي، وبدا الشارع يصير ضده. هو هيك عم يفكر انه في ناس عم توجه الشارع لتصير ضد الجنرال وضد التيار. اذا نحن هو برايه انا عم بحكي مثل ما هو عم يفكر هو برايه اذا انتم اخذتوا شعاراتنا وعم تمنعونا ننزل نتظاهر نحن رح نتظاهر ورح نفرجيكم كمان تظاهرتنا كم ستضم من الناس. وانا تقديري اذا استمر بقرار التظاهر لانه هلا عم نحكي بجمعه بعد ممكن تتغير الامور مثل ما تغير قرار انه بينزل مع المتظاهرين بترفع علام ولا لوحدهم. انا برايي راحوا باتجاه لوحدهم. طيب اذا بقرر الاستمرار بالتظاهر ما راح يكون الجنرال عون لوحده، يعني ما راح يكون التيار العوني لوحده رافع يعني علام، اكيد حلفائه بده يكونوا بدهم يدعموه بالشارع. يعني قصدك انه بينزل حزب الله بيتقلوا بس مش كحزب الله، مش كحزب الله، ممكن كل مناصرينهم بالاتجاهين. لانه بتتذكري انت كمان الكلام عن حزب الله اللي صدر بالايام القليله الماضيه انه نحن الخيارات كلها مفتوحه. صحيح. بما فيها التظاهر بالشارع مع الجنرال ميشيل عون. اذا منا مش مخفيه. وانا بتصور انه الرساله السياسيه تبع اليوم تضاف اليها رساله الشارع في الاسبوع المقبل. هي الرسائل اللي الجنرال يقول انه الشارع اذا عم تحركوه ضدي او هو هيك عنده قناعه فانا رح ارجع اتلقى في الشارع وانزل انا بالشارع. انا بتصور في الامر طبعا ممكن تنفهم الرساله السياسيه بس في ظلم له وفي ظلم للناس لانه كمان الناس وفي ظلم من الناس. يعني كمان الناس لا تستطيع أن تقول إنه الجنرال عون والتيار الوطني فاسدين ونحن ضدهم. يعني بعد أنا ما شفت في إثباتات جدية حول الفساد. ولكن بنفس الوقت هو لا يستطيع أن يقول أنا بعمل تظاهرة وأنتوا عملوا تظاهرة. أنا لو كنت محل التيار كنت بجيب لجنة من الناس المتظاهرين بالشارع وبعمل معهم حوار بشكل جدي وبوصل لقاسم مشترك إنه نتظاهر نحن وياكم. بس هي المشكلة إنه هذا الشارع رافض، بيعتبر التيار هو جزء من السلطة ورافض أي حديث مع السلطة لأنه جربت السلطة تعمل تفاهمات مع المتظاهرين ورفضوا هذا الأمر. يعني فيك تحددي لي مين هو الشارع يعني اليوم؟ هن الناس، هن هذا الحراك اللي عم بيصير، هن طلعت ريحتكم وبدنا نحاسب ويلي مسميين حالهم المضاويين تحت حملات ولكن كلها بتصب بمكان واحد، الشارع يلي حابب يكون خارج سطوة السياسيين ووضع اليد السياسية عليه. يعني اليوم يعني معناتها في شوية أي واحد منطق، في شوية منطق إيه أي مواطن لبناني. أوكي. هو في الشارع تماما يعني بس بده ينزل واحد بشعاره الوطني بعلمه يعني الوطني. أوكي. يعني أي واحد حتى من جماعة الجنرال والتيار فيهم ينزلوا يتظاهروا بلا ما يرفعوا علامة التيار. هاي. مش هيك؟ طب أنا السؤال عم بطرحه هو هون انه نحن بدون ما ننزل اليوم تظاهره وبكره تظاهره وبعد بكره تظاهره خلي هالمطالب الشعبيه تجتمع وينزلوا الكل سوا. يعني لا يستطيع اي سياسي ان يقول رافض رافض يستبدل رايه التيار الوطني الحر بالعلم اللبناني. ايه لانه هو شعر كمان. يعني انا يعني انا بعطيك رايي السياسي مش رايي التعاطف، تعاطف انا مع الناس بس بالراي السياسي انه الجنرال عون بما انه جزء من تيار اوسع ومن محور اكبر اللي هو المحور اللي بيمتد باتجاه محور المقاومه وصولا الى سوريا وصولا الى روسيا وما الى ذلك
بيعتبر انه في هجمه على هذا المحور من محاور متعدده. إذا كان جزء من هاي الهجمة بالشارع فهو سيقول أنا رح فرجي أنه الشارع كمان نعم. إلي رح تابع أنا وياك أستاذ سامي بس ايه. زميلتنا نانسي السبع بالشمس في ساحة الشهداء وفي ساحة الاعتصام. صباح الخير نانسي. صباح الخير سمر لإلك وللمشاهدين لأستاذ سامي. سمر نحن هون في رياض الصلح وأريد يعني بالمشهد في رياض الصلح لا يوجد الآن عدد من المعتصمين أو المتظاهرين، لكن ما يجري في هذا الأثناء كما ستشاهدوا عند هذا الحائط، حائط السرايا الحكومية يمكن القول أو حائط حرم السرايا الحكومية، يجري تدعيم الأسلاك الشائكة، ويبدو بأن اليوم يعني القوى الحكومية هي التي أو قوى السلطة هي التي تعمد على التحضير لتظاهرة الغد، وذلك عبر تدعيم الأسلاك الشائكة في محيط السرايا الحكومية. أيضا كما تشاهدون في هذه الشاحنة يعني يتم إحضار المزيد من الأسلاك الشائكة ومن السواتر الحديدية، وذلك بهدف تدعيم هذا المحيط، وذلك كون تظاهرة الغد من المتوقع أن تكون تظاهرة فعلا حاشدة وتتحضر السلطة اللبنانية وقوى هذا السلطة نانسي. لهذه التظاهرة نعم نانسي سمار. ولكن بالواقع يعني عمليا تظاهرة الغد داعيين لها بساحة الشهداء ما هيك؟ نعم نعم سمر، يعني هنالك تخوف كبير من أن هذا الحراك لن يقتصر فقط على ساحة الشهداء وأنه سوف يملأ الساحتين، ساحة الشهداء وساحة رياض الصلح. فيما يتعلق بالنشاطات فإن حملة بدنا الحاسب سيكون لها مؤتمر صحافي عند الساعة 1:30 من هنا من رياض الصلح، وذلك للحديث عن المصابين الذين تم الاعتداء عليهم وإصابتهم من قبل القوى الأمنية. فيما يتعلق ب ايضا حملة بدنا الحاسب عند الساعة 6:00 مساء سوف يكون هنالك تظاهرة من رياض الصلح باتجاه وزارة الداخلية، وذلك ايضا لمعرفة مصير المعتقلين لدى القوى الأمنية والذين ما زالوا معتقلين منذ يومين. فيما يتعلق بموضوع طلعت ريحتكم او حملة طلعت ريحتكم، تزامنا عند الساعة 6:00 مساء سيكون هنالك ايضا مؤتمرا صحفيا لحملة طلعت ريحتكم لكي تعلن يعني خطوات التحرك بالنسبة للغد. ما ستشاهدونه الآن سمر هو كمية النفايات التي بدأ يمكن القول إلقاؤها وتكويمها هنا في ساحة رياض الصلح، وذلك في إشارة إلى أن المكان يعني الذي يحددها المتظاهرون هو غير الأمكنة التي تحددها السلطة لتحويل بعض الأماكن والمناطق لمكبات. أيضا نشاهد بجانب تمثال رياض الصلح عدد من الزجاجات البلاستيكية الفارغة التي أيضا تم تجميعها، وبحسب المعلومات هنالك حملة زبالة للزبالة، وهذه الحملة بحسب المعلومات سوف تتوجه عند الساعة 7:00 من مساء اليوم إلى ساحة الشهداء نعم، وبيد كل متظاهر كيس نفايات من نفاياته المنزلية، يعني يقولون بأنهم يريدون يعني يدعون المواطنين إلى الاحتفاظ بنفاياتهم المنزلية وأحضارها إلى هنا إلى ساحة الشهداء مساء، ولكي يتم رمي هذه النفايات هنا في أمام يعني يمكن القول يعني بين الحرمين حرم نعم المقار الحكومية ومقار مجلس النواب. هذه هي الأجواء، لا معتصمين حتى الساعة، ولكن من الظهر وتباعا سوف تبدأ التحركات والمؤتمرات الصحفية من هنا من رياض الصلح. سمر شكرا لك يا زميلة نانسي سبع، وطبعا رح يكون لنا عودة فور يعني هيك حصول أي شيء جديد. حملة جديدة هيدي زبالة للزبالة هيدي جديدة على أي حال يعني وافتنا دانسي بسلسلة التحركات اللي بدها تصير اليوم. خلينا نتابع بنقاش ندخل شوي بالسياسة اللي عند العماد مشارعون، بس قبل عملية احتكار الشعارات يعني اليوم انه يعطونا شعاراتنا، هل المطالبه برئاسه الجمهوريه هي حكر على العماد مشارعون والتيار الوطني الحر انه الناس ما بدها رئيس جمهوريه؟ لا، ولكن حق مجلس النواب وانتخابات هي كمان حكر على بس التيار الوطني الحر انه ما كل الناس عم تطالب بانتخابات بمجلس النواب، كل الناس بدها رئاسه جمهوريه تماما. كل الناس ايدت العماد مشارعون، عم بحكي على مستوى الناس الشعب بموضوع الانتخاب، انتخاب الرئيس مباشره من الشعب، ناس كثير استساغت هيدا
الشغلة وأيدتها معه واللي ضده يعني عمليا وإن بالخفاء يعني. بس يعني ليه إنه الشعارات ردوا لنا الشعارات يعني؟ يعني أولا حقه أن يقول للناس إنه الشعارات التي ترفعونها أنا أرفعها، وحقه أن يقول إنه أنا المرشح الأبرز بين رؤساء المرشحين لرئاسة الجمهورية، هذا حق بالنهاية ما فيك تحرمي منه. بس أنا مع، أنا بتصور ولو كان عندي نصيحة للجنرال إنه ما توصل لمرحلة يصير تيارك مبين إنه في جزء من الشارع ضده أو أنت جزء من ضد الشارع، لأنه بالنهاية الناس اللي عم تنتفض وعم تنزل للشارع ربما يكون فيها ناس عم بيحركوهم وسفرات عم تحركهم إلى ذلك، ولكن يبقى الجزء الأكبر إنه في ناس قرفت من كل شيء وغاضبة على كل شيء ونزلت إلى الشارع لتقول للسياسيين، لتهز العصا مرة واحدة. هل يصل هذا التحرك إلى نتيجة وإلى عمل طويل الأمد وإلى خطة متكاملة تستكمل؟ أنا ما عندي، رغم أنه بحب أعطي أمل للناس وقول إيه برافو عليكم وتحركتوا، أنا بتمنى أتحرك معهم كل يوم، ولكن أنا ما عندي أمل بوجه هذه الطبقة السياسية الموجودة والتركيبة المحلية والإقليمية والدولية إنه العمل بالشارع سيؤدي إلى نتيجة فعلية إذا استمر على نحوه الراهن. ربما بتتشكل لجان وبيصير في حوار مع للأسف الشديد مع الدولة اللي هني عم بيحاربوها، لأنه إذا بتلاحظي سمر إنه أنا لاحظت مثلا إنه السعودية تدخلت لتهدئة الشارع، إنه النائب وليد جملات بالأول دعم بعدين انسحب، إنه الرئيس نبيه بري حاول التهدئة، إنه حزب الله يحاول التهدئة، حتى لو كان في كل هاي التمثيلية اللي شفناها بالحكومة إنه انسحب وزراء وعاد وزراء وتمررت المراسيم وما إلى ذلك، ولكن بالنهاية بتشعري حتى السفير الأمريكي، يعني أنا كنت أقرأ بعض التفاصيل حول تدخله المباشر بتحريك بعض الأمور، حتى يعني وصلت السخافة والوقاحة ببلد مثل بلدنا انه صار السفير الامريكي يقول انه رقوا فلان ولا ترقوا فلان بلحظه معينه، ولكن بالنهايه صار في تواصل لوضع خطه لتهدئه الشارع وسحب المتظاهرين من الشارع. ليش؟ لانه في قرار انا بتصور بالوقت الراهن انه ما يغرق لبنان بمشكله كبيره الا اذا كان في طرف قادر على تطويق بعض التيارات السياسيه. حتى الان انا ما شايف انه هذا التحرك بالشارع ربما سيؤدي إلى قلب المعادلة، ولكن مهم لأنه فهم السياسيين أنه أنتوا أولا فاسدين وأنتوا حرامية وأنتوا سرقتوا الشعب ونهبتوا الشعب. هل سيستمر إلى أسقاط هؤلاء السياسيين؟ هنا أنا عندي شكوك كبيرة، لأنه في تركيبة سياسية بالبلد للأسف الشديد قافزة فوق الطوائف والمذاهب، وكل واحد ممكن يجيرها لصالحه. يعني خليني أقول بشكل أوضح، إذا كان البعض سيتحرك بالشارع لإسقاط تيار سياسي، التيار السياسي يستطيع أن يتحرك لإسقاط شارع التاني. مقابل ما فيكي، وهيدي من ضمن الرسائل يعني لشارع العمال. ولكن أنا برجع للمنطق الأساسي إنه لو كان الجوع رجلا لقتلته، مش هيك قال الإمام علي؟ والغفاري إنه عجبت لرجل دخل إلى بيته ووجد عياله جائعين ولم يخرج شاهرا سيفه. بالنهاية الناس جاعت، شو بيعملوا يعني؟ يشهروا سيفون، هذا اللي عم يجربوا يعملوه. بس انا انا بتمنى في بالمقابل ناس ما بدهم تخليهم يشهروا. بس انا بتمنى سمر كمان بتمنى انه ننتبه كثير، لانه كمان حركه الشارع اللي شفناها بالدول العربيه كمان دخلت عليها اجهزه مخابرات كبيره، ودخلت سفارات ودخلت مؤسسات ودخلت منظمات من أوتبور وغيرها. يعني نحن ببلد مثل لبنان مفتوح على كل الاحتمالات، لك أن تتخيل حجم أجهزة الاستخبارات اللي بتدخل. أنا من أول دقيقة نحكى عن دخول السفارات وتحديدا السفارة الأمريكية وغيرها من السفارات الغربية إلى هذا الحراك يعني. بس كمان حرام يعني هيك تتخذ الأمور دون أي، بس بدنا ننتبه سمر، يعني الناس بدها تنتبه. لأنه أنا لما بسمع فيلتمان يقول قبل عامين انه نحن رصدنا 5 ملايين دولار في لبنان لتشويه سمعة حزب الله، مش هيك؟ ولما بشوف خمسة حكي بوقتها، ولما بشوف انه في عندنا 8000 منظمة غير حكومية بلبنان، بعض هذه المنظمات تطرح علامات استفهام كبيرة. يعني انا لما بشوف، انا بشكر اليو اس ايد عم بيساعد المناطق وبالتنمية وما الى ذلك، ولكن لما بشوف التمويل 9 مليارات دولار بمحل معين، حدا بيعطي بلاش ايه معناتها انه طيب. لما بتشوفي كمان انه هيلاري كلينتون نفسها لما اعلنت عن المشروع للديمقراطية في الشرق الأوسط وقد عم تبذل أموال وتدفع أموال، في عندك لما بتسمعي أنه مثلا بمصر ولا بتونس ولا بكذا منظمة أوتبور اللي تأسست بصربيا ويشرف عليها، يعني إذا بتشوفي أنا قرأت بالتفصيل
يشرف عليها رجال من السي اي اي، هو عم بيدربوا مجموعات شبابيه تدخل الى الدول العربيه بذريعه اسقاط الانظمه واقامه الديمقراطيه بالنهايه، اما لتطويق بعض الحركات المناهضه او لاقامه انظمه بالنهايه مؤيده 100% لتيار اخر. ولذلك الجيش تحرك بتونس واسقط بن علي، والجيش تحرك بمصر لاسقاط الرئيس حسني مبارك، لم تكن فقط حركه شعبيه. انا لذلك اقول للمتظاهرين في الشارع في بيروت مطالبكم محقه ونحن كلنا معكم، وانا ما بتصور انه في اعلامي شريف ولا لبناني شريف الا ما يكون مع الناس اللي عم تتظاهر وعم تظاهر ضد الجوع، بس انتبهوا لانه في 1,000,000 اختراق ممكن تحصل في هكذا نوع من التحركات، وخلوا مطالبكم مشروعه. يعني مثلا في واحد، انا اذا بتسمحي لي بس لحظه، أكيد في كتاب صدر من سنتين لصديق عزيز صدره بكندا اسمه أرابيسك أمريكية، شرح فيه كل تفاصيل كيف تعمل المنظمات الغير الحكومية والاجتماعية في اختراق هذه الشوارع، وطرح مجموعة من الأسئلة، منها مثلا طب لماذا لا نشاهد في كل هذه التظاهرات مثلا شعارات ضد أمريكا ولا شعارات ضد الأطلسي ولا شعارات ضد المنظمات الدولية؟ ليش بنسمع بس شعارات ضد أطراف محددة ولا ضد تفاصيل محددة العلاقة بقلب الأنظمة بالداخل؟ هلأ الأنظمة تستاهل قلبه أكثر من قلب، تستاهل حسب كيف يكون توجه، تستاهل ركل حتى الحركة الشارع. يعني اليوم إذا عنا حركة شارع ضد الحكومة مثلا بلبنان، ليش بدنا نرفع فيها شعارات ضد أمريكا وضد الأطلسي؟ يعني حسب توجه لا لا الشارع. هو عم يحكي بكل الدول العربية أنه بالنهاية أنت انتقلتي من الشعارات الكبرى اللي كانت ضد أمريكا وضد الإمبريالية وحتى ضد إسرائيل على قد الحال، يعني مش بس هيك اختفت كل هذه الشعارات وصرت عم تحكي بشعارات أخرى بكل الدول العربية. هلأ هيدا منطق التشكيك، أنه بالنهاية ما فيك تقولي كمان الإنسان الجوعان ولا اللي عم يشوف الفساد والفقر والتعتير أنه والله لا، لأنه في ناس مدسوسين. ربما في ناس مدسوسين، بس أنا شايف الحركة الشعبية بلبنان لا، ما فيها مش شغل مدسوسين، هيدي شغل ناس فعلا ناقمة. بس على سيرة الداس قرأت هذا الكتاب سمر وبنصح بقراءته، مش عم بروج له بس لأنه عجبني جدا، اسمه الإمبراطورية الناعمة، هلأ موجود اشتريته من المكتبة من عند أنطوان من 3 أيام. رح أقول لك شو فيه ومين كاتبه لأنه مهم الكتاب. مصطفى محمد جاسم العبيدي ومراجعة وأشراف دكتورة فاطمة سلومي. طب شوفي مثلا ماذا يقول بشكل سريع. يقول عملت الولايات المتحدة الأمريكية على استغلال الأوضاع الداخلية في الدول العربية ووظفتها من أجل إنجاح مشاريعها في المنطقة عبر التحركات الشعبية. 2، هناك وثائق ثابتة تثبت أن الأجهزة السرية الأمريكية بدأت منذ عام 2008 بتدريب الشباب العربي على كيفية بدء الثورات من خلال الإنترنت وباقي الوسائل المعلوماتية الحديثة، وهناك من يقول أن الإدارة الأمريكية هي التي ضغطت على قادة الجيوش في تونس وفي مصر لإسقاط الأنظمة. يقول أيضا أن الدور الكبير الذي أدته وثائق ويكيليكس، وهذا مهم، في تأجيج مشاعر الغضب والاستياء عند الأنظمة العربية، حيث كنا نشاهد أنه تنشر الوثائق قبل إسقاط الأنظمة، إذ لا نعتقد بأنها مجرد تسريبات لوثائق مسروقة، بل هي نوع من تمرير المعلومة وجزء من خطة كبيرة، وضمن هذا الصدد إنها وثائق مسروقة، فهي مثال على تأثير القوة الناعمة التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية. بكتاب أرابيسك أمريكا في تفصيل دقيق كيف تشتغل المنظمات غير الحكومية في الدول. لذلك أنا أقول إنه الشارع يتحرك فعلا تعبير عن غضب، وحرام نحن نظلم الشارع ونقول هذا اللي كنا عم نقوله من الأساس. بس يعني في اتهامات باطلة، هذا شارع مثل ما تفضلت وقلت على الرغم من كل هذه التجارب اللي مر فيها الغرب وغيرها من الشوارع اللي انتفضت في لبنان اليوم، الحراك اللي عم تشوفه هو حراك فعلا طفح كيل الناس، ما بقى قادرة تتحمل، وحرام ينقال انه في اي يد مدسوسة. ولذلك يجب قولنا ممكن ان تحاول مثل كل ما صار بالدول اجهزة تخترق، ولكن حتى الساعة بدنا نقول انه هيدا حراك، وبتصور ان شاء الله يكون وأملنا أنه يكون الشباب اللبناني عنده هذا الوعي الكبير أن يمنع، يعني مثل ما عم يمنع أي يد سياسية تنمد على حركته، أن يمنع أي يد مقرراتية. ولازم كمان سمر، أنا برأيي وأنا برأيي لازم قوننة، يعني وضع خطة متكاملة للتحرك لكي يؤدي إلى نتيجة. يعني احنا عارفين أباطرة المال وأمراء الحرب ومين كامش البلد. يعني أنا لما بشوف وزير مثل شربل النحاس ولا مثل جورج قرم وغيرهم بدأوا يدخلوا إلى المتظاهرين، أنا برأيي هذه العقول النيرة والمهمة اقتصاد وسياسي وكذا، هذه يجب أن يعتمد عليها لوضع خطة. يعني أنا مش كل الوقت كمان بدي أشوف المتظاهرين والله عم يزتوا بيض وبيزتوا حجار وبيضربوا وبينضربوا وبيتحركوا وزبالي وكذا. خلص خلصنا من هذا الكلام، تظاهرت الناس وعبرت عن النقمة والزبالي موجودة وين ما كان بالبلد. بس الآن إذا بدك تعمل تحرك جدي بدك
بدك تعمل خطة عمل جدي حتى بالإعلام. يعني أنا كنت عم شاهد، يعني أنا إذا بتسمحي لي كنت عم شاهد وسائل الإعلام بما فيها قناة الجديد. أول نهار يعني قناة الجديد فاتحة الشاشات للناس بالشارع، بس ما عم بشوف على الشاشة إلا الفاسدين عم بيحللوا شو أسباب التظاهرة. يعني عم بسمع سياسيين، يعني كل الوقت عم نستضيف سياسيين ليحللوا التظاهرة. لا بالعكس، لا بالعكس، لا أول نهار فتحنا فتحنا هوانا ونحن أنا عم بحكي بأول نهار مؤيدين ومتبنيين لهذا الحراك ومؤمنين فيه كمان. ممتاز ممتاز. بس شو في أول نهار اللي صار التحرك؟ أنا كنت عم تابع، كنت عم تابعكم لأنه أنتوا كنتوا عم تنقلوا مباشرة عن الأرض كل الوقت، وشغلة منيحة. بس أنا كنت عم شوف كمان أنه على الشاشة، طيب أنا ليش بدي خلي هيدا الفاسد اللي الناس عم تتظاهر ضده يطلع ويعرب عن رأيه؟ لا، أنا برأيي هيدا ما لازم يعرب عن رأيه، لازم خلي الناس تحدد مطالبها، وبنفس الوقت أعمل مجموعة من التقارير، لأنه المعلومات الموجودة بالبلد هائلة حول حجم الفساد، حول الوضع الاقتصادي. هيدا اللي صار بعدين، انت عم تحكوا مع اول نهار. لا عم بحكي انه بالنهايه بدها خطه اعلاميه وخطه سياسيه، يعني انت ما فيكي كمان تخلي الناس هلا ما يطلعوا احرجوا بما فيه الكفايه، صاروا هم يرفضوا يطلعوا يعني. لا انا بتخيل منظرهم، بتخيل انا هيدا الفاسد اللي ناهي بالشعب كيف عم يشاهد هاي التظاهرات، وكيف الناس بنشوفي يعني في جيل جديد نزل الى الشوارع. هيدا الجيل يقول للسياسيين انتم سرقتوا البلد وكفى سرقه لهذا البلد. هلا بيفضل انه كيف بدك تحولي هذا التحرك الى خطه؟ اولا تحافظ على وحده البلد، وتحافظ على عروبه البلد كمان ما بدنا ننسى، وتحافظ على المطالب الاساسيه للناس، تحقق المطالب الاساسيه للناس، ولا تؤدي الى خرق سياسي. لانه انا بخاف بعد فتره انه اذا كان في قرار باجهاض الحركه الشعبيه مش هيك، بتخافي انه بعد شوي بيصير كل طرف بينزل جماعته، بتعلق التظاهرات ببعضها وبتنتهي. انا برايي بيدخل الجيش بالاخر. ايمان بهيدا الشيء اللي عم بيصير، المهم انه ما يطلع حدا يقدر يأثر او يحبط عزيمه هودي الشباب. لحد هلا بعد ما حدا نجح باحباط عزيمتهم، وان شاء الله ما حدا بينجح، يعني لا اجهزه ولا غيره. مش معناتها اذا في كم حدا موجودين معناتها انه كل التظاهره بدها تتحول لهذا الموضوع. إيه بالشيء المتعلق بموضوع الوزراء يلي طلعنهم الفاسدين والمفسدين. انا برايي او نحن وجهه نظرنا كانت انه يعبروا عن رايهم، احرجوا فعلا يعبروا عن رايهم بشو، يعني انه اخر شيء طلع وليد جملات ايد تحرك الشارع، يعني طلع قال طلعت ريحتنا، طلعت ريحتي، هو قال يعني بهالمعنى. يعني طلع الوزير الياس وصعب قال ما بيشرفني شارك بحكومه يكون شريك بهيدا الشيء اللي عم بيصير بحكومه، يعني عبروا. بس انه بالنهايه بتفهم انه بالنهايه منهم قادرين يفرطوا هذه الحكومه من تلقاء نفسهم، بركي هالشباب يقدروا يوصلوا للنتيجه المرجوه بهيدا الموضوع. بتعرفي سمر بغض النظر، وان شاء الله ما حدا يقدر يحط ايده عليهم، لازم ينتبهوا يعني كثير، صار عندهم الوعي الكامل. لازم ينتبهوا كثير عن جد. يعني انا شوفي، انا في اشياء مثلا بتفتح القلب، مثلا شفت بعض الشباب اليساريين اللي بيذكرونا بالزمن الجميل، اليسار اللي نزلوا عم بيتظاهروا، يعني مثل نعمة بدر الدين وغيرها، يعني بتشوفي وجوه حلوه بالتظاهرات وعم تحكي وعم بتعبر. هؤلاء اكيد نواياهم واندفاعهم هو لتغيير كل هذا النظام، بس انا أخشى من أمر واحد، إنه كل هذا الجهد يضيع مع الوقت ويقع الناس في أفخاخ أو في فخاخ منصوبة لهم. هيدا رهن على وعي الشباب، وكذا. هيدا رهن على وعي. بس أنا بدي أحكي شغلة تانية سمر إذا بتريدي، بغض النظر عن الوضع الاقتصادي والفساد اللي هو كارثة عنا بالبلد، كارثة عنا، لما بيحتالوا بياخدوا من الكهرباء وبيعطوا التليفونات وبيعطوا الزبالة وبيرجعوا هلأ بيوزعوا الزبالة على البلديات، وخدي بكرة على حجم من الفساد بتوزيع الزبالة بالبلديات. بس أنا بشوف مثلا التقرير المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إنه جرائم القتل 99 بس بالنصف الأول من العام الجاري، سلب أشخاص 231، سرقة موصوفة 1026، السيارات المسروقة 288. هذا دليل أنه عاجزين ومشلولين. رغم عم تحكي لي قوى الأمن عن تراجع كل هذه النسب، ولذلك أنا أقول أنه كمان نحن قوى الأمن والجيش والقوى التي بقيت من هذه الدولة تحفظ الأمن على الشارع، كمان نحن ما بدنا نعمل الحرب بالنهاية حرب الناس أو تظاهرة الناس، أنه والله كل القوى الأمنية فاسدة
وكل القوى اللي بعد شوي بيصير الجيش فاسد. ما حدا قال هيك. لا ما نحن كمان كنا عم نشوف سمر، بدنا نكون صريحين مع بعض. صار في طريقة تعاطي مخطئة، يعني حتى المرجعية اللي هي وزارة الداخلية اعترفت انه كان في طريقة تعاطي خاطئة مع وكان في افراط باستعمال العنف وما زال مستمر. حتى المتظاهرين يعني كمان لما عملوا بيانهم وانا انبسطت فيهم لما حكيوا انه يجب ان يحاكم الاثنين، يعني يجب ان يحاكم الابن اللي الازعر اللي ضرب وابن الدوله اللي ضرب كمان. طبعا ما حدا ضد كمان هذا الموضوع، ما حدا ضد ضد هذه النقطه بالتحديد، اذا كان اذا نقدر نعرف هذا الازعر مش يروح الصالح بدهر الطالح مثل ما عم نشوف، يعني تلملمت شباب عشوائيا عن الطرقات واتخذت ما لها علاقه يعني بهذا الشيء اللي صار. وبانتظار طبعا هلا اليوم قلنا انه في حمله بدنا نحاسب عند هذا التحرك يلي بدها تعمله، لا المطالبة بالحساب الفعلي بهذا الإطار. عم يقطع الوقت بسرعة، لازم القضاء يكون عنده دور أكبر، يعني بالنهاية أنت عم بتشوفي جرائم وعم بتشوفي اعتداءات وكذا، القضاء لازم يتدخل. يعني أنا ليش بدي يخلي السياسي القضاء موضوع على يد عليه؟ طب كيف بده يتدخل هذا القضاء مع على احترامنا لبعض القضاة يعني الشرفاء بالبلد؟ يعني وأنا مع احترامي لألهم كمان، بس القضاء يجب أن ينتفض. أنه كيف كمان أنت بتخلي ينزل على الشارع مع كيف أنت بتخلي القضاء كمان زعران السياسي هن الذين يقررون مصيرك أنت كقضاء المفترض نزيه او اعلام نزيه؟ يعني شفتي لو بيتالف القضاء بلبنان مع الاعلام مع هاي الحركه الشعبيه ساعتها بتعمل شغل. هلا بلبنان يمكن فرصه لا تتكرر، لازم يعرف تنضرب يعني تنضرب الضربه مظبوط فيها. أكيد. فرصه فعلا لا تتكرر. انتبهي كمان سمر، فرصه لا تتكرر، لذلك اباطره النظام والفاسدون في الدوله سيحاولون قتل هذه الفرصه لكي لا تتكرر. إيه؟ لذلك انت امام لذلك انت امام واحده من اعنف المواجهات الحاليه. صحيح. صحيح. لانه صار في عندك جيل جديد يقول للساسي خلص كفى ان شاء الله. بكره غدا يوم اخر بدنا نقول، ومنتظر انه عن جد ناس توصل ضربتها بالمضبوط. يعني انت تظاهرتي معهم ولا ايه؟ انا نزلت نهار الاحد. أوكي. وبكره نازله اكيد. خلينا نقول كمان انه بكره حلقه الحدث حتكون من رياض الصلح، وراح تكون نوع من هايد بارك. أوكي. كمان الناس تقدر توصل، مش بس الشباب، كمان راح يكون معنا صحفيين وفنانين، وهي حتكون هايد بارك مصغر من قلب رياض الصلح بكره الساعه 10:30 الصبح بنفس، طبعا هو الحدث يعني راح يكون بكره من تحت. نتمنى كمان اذا بتحب تشرفنا استاذ سمير وقلت كلمتك اليوم. اكيد بتشرف اذا كنت بين الناس اللي عم يتظاهروا لاجل تحسين مش بس الحياه تبعهم، لوقف كل هذا الفساد اللي انت ما نزلت على ضرب. لا نزلت اول نهار نزلت. كيف نزلت؟ نازل؟ ان شاء الله اكيد بنزل اذا بنلتقي تحت. طبعا خليني بس شغلتين النقاط يلي طرحها العماد ميشيل عون، بعدين بدي احكي كمان كلتين عن سوريا. النقاط يلي طرحها العماد ميشيل عون، انتخاب رئيس مباشره من الشعب، حكي عن إذا تعذر انتخاب رئيس مباشرة من الشعب قانون انتخابي نسبي. صحيح. يعتمد النسبية. وأيضا النقطة الثالثة يلي هي تأليف حكومة وحدة وطنية. طيب هي مش شعارات جديدة، هذه طرحها من قبله ما لقي فيها نتيجة. اليوم من أي باب عم يرجع يطرحها يعني؟ والله شوفي، يعني هو عم يطرح فكرة، أنا ما بدي بين كأنه عم دافع عن الجنرال، أنا عم بحكي بالعقل، يعني أنه بالنهاية لما بتقولي ينتخب رئيس جمهورية من قبل الشعب هو الأسلم بالنهاية، مش هيك؟ ولكن هو طرح بدائل، أنه أو خلينا ننتخب الشعب إذا مجلس نواب معطل ومش قادر ينتخب رئيس، أو خلينا، وأنا برأيي عمل كمان باب آخر للحل مشان لا يقال فقط أنه ميشيل عون متمسك بالرئاسة كيفما اتفق. هو يقول خلينا نعمل قانون انتخابي جديد ومجلس نواب جديد وحكومة، وساعتها بنترشح للانتخابات، مش هيك؟ طب رجع طرح فكرة أنه إعادة، يعني أنا شايف باللي طرحه ميشيل عون ليس فقط إصلاح النظام، ولكن أيضا طرح حل حتى للعقدة ميشيل عون. يعني بالنهاية عم بيقول طب خلونا لكان بهالحالة نزيح المرشحين حاليا، مش هيك؟ إما قانون الانتخاب من قبل الشعب بينتخب رئيس الجمهورية، أو بنعمل قانون جديد وبنعمل دستور جديد وعلى أساس النسبية ينتخب رئيس الجمهورية. صعبة يعني اليوم انتخاب، عم بتغير أنت دستور بأمه وبيه، عم بتغير. أنا بخليني خاطب عملية الانتخاب مباشرة من الشعب، شيء ضرب من الخيال. طيب خليني خاطب عقلك الراجح وضميرك، ميشيل عون شو لازم يعمل؟ انه لازم يقول انه خلاص بتخلى عن كل شيء؟ لا اكيد مش مطلوب الاستسلام. رجل يعني عم بيدافع عن حقه بالنهايه، مثل ما سنرجع رجع بيدافع عن حقه. بس يمكن استسلامي مطلوب شيء اقرب الى امكانيه تطبيقه.
ليش؟ هو يقول قديش في إمكانية بتطبيق انتخاب مباشر؟ طب ما تنسي كمان أنه أنت أمام مرحلة جديدة الناس اللي مش عم تقدر تستوعبها، ونحن يمكن في كتار منا مش عم يقدروا يستوعبوه سوسان، أنه أنت بمرحلة بمناخ جديد في كل المنطقة. يعني كان بالأول القرار أنه تطويق إيران وأنه إنهاء وضع سوريا وأنه تطويق حزب الله وأنه كل هذا المحور ينتهي. الآن انتقلنا إلى مناخ آخر في المنطقة، مناخ تفاهمات دولية روسية أمريكية بالدرجة الأولى، إيرانية غربية بالدرجة الثانية، وسيتمدد هذا المناخ أكثر مع الوقت. وعم نشوف نحن الحركة اللي حاصلة باتجاه موسكو العربية المهمة جدا، والحركة اللي حاصلة باتجاه واشنطن، لأنه بعد مؤتمر سوتشي بين كيري وبين لافروف تم الاتفاق أنه نحن نتكفل بحلفائنا وأنتم بتتكفلوا بحلفائكم. طيب لما بتشوفي الإيراني والسوري وحزب الله وميشيل عون وكذا يقولون نحن اللي كان مطلوب قطع رأسنا وقفنا وصمدنا وحققنا نتائج مهمة أنه لم نسقط، وبالنهاية عاد العالم بجزء أساسي منه إلى خياراتنا. يعني لما بتصير موسكو هي عاصمة الحل السياسي لسوريا بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية، وبتصير إيران هي الشريك الأول في محاربة الإرهاب، وبيصير حزب الله كمان شريك غير مباشر بضرب التيارات التكفيرية والإرهابية، بحكي بالمنطق الدولي. ميشيل عون ليش بده يقول أنه أنا بهذه اللحظة المفصلية بروح بقدم حجم من التنازلات، أو ليش أنا بدي أدفع ثمن المفترض أنه إحنا ندفع نقبض الثمن الأفضل وليس الأسوأ؟ بعقل ميشيل عون هذه هي التركيبة الحالية، أنه دوليا وإقليميا وشعبيا له الحق الأول. هلأ بتقولي لي أنه هو ممكن يقول أنه أنا بتنازل وخليكم تنتخبوا رئيس جمهورية جديد، ممكن يعملها، بس ليش بده يعملها؟ أنا عندي السؤال، وهو اللي بيطرح ميشيل عون بيقلك أنا ليش بدي أعملها؟ خلي الطرف الآخر يتنازل، ليش أنا بدي أتنازل؟ أنه لما بيشوف أنه والله هو لا يستطيع أن يصبح رئيسا للجمهورية لأنه السعودية لا ترضى عنه رئيسا للجمهورية، لأنه بيعتبره أنه هو حليف حزب الله، وحزب الله بالنسبة للسعودية حزب شيطاني، وإيران هي دولة صفوية وفارسية وإلى ذلك. يقول أنه أنا إذا كان هذا السبب إذن سأتمسك أكثر. ولذلك بتشوفي يعني أنا كمان هذا الكلام منه عابر لما بيطلع السيد حسن نصر الله عدة مرات ويحدد ميشيل عون جزء من استراتيجية مش بس سياسية، استراتيجية عامة في المنطقة. يعني السيد حسن نصر الله حكي عن الجنرال عون يوم اللي عمل استراتيجية وادي الحجير، تتذكري أطلق أطلقها ووضع ميشيل عون جزء من هذه الاستراتيجية. إذن ما بقى عم تحكي أنت بخيارات محلية أنه واحد بيتظاهر وبيتظاهر ضده كذا، لا، ميشيل عون يضع نفسه في إطار محور بيعتبر أنه الآن العالم بدأ يعطيه الحق له. يعني المحور الآخر هو بيعتبر، لبل في نظرية بالبلد بتقول أنه يمكن 14 أذار وصلت لمرحلة أنه صار في عجز من العمل السياسي لمواجهة التيار الآخر، فلجأت إلى اتجاهين. الاتجاه الأول هو التسويات والتقارب مع التيار الآخر، والجزء الثاني أنه هو ربما استغلال الشارع لتحقيق ما لم يتحققه السياسي. هي وجهة نظر قائمة، يمكن صحيحة يمكن مش صحيحة، بس ما فيك أنت تحكي بتقديم تنازلات فقط من الجنرال ميشيل عون. على كل حال بدنا ننطر نشوف الأيام الجاية شو بدها تحملنا بهذا الإطار. خلينا نحكي شوي، يعني ما عاد عنا وقت كتير، بس خلينا نحكي شوي عن سوريا، عن الموضوع السوري بالتحديد. الوضع الأرض بسوريا اليوم يبدو متقدم، عم نحكي عن التسويات بزبداني وكفرية والفوعة، عطفا على موسكو والشيء اللي عم بيصير بموسكو واللقاءات الأخيرة اللي صارت للمعارضة، معارضة الداخل يلي صارت بموسكو، والشيء اللي تفضلت فيه قبل شوي اللي عم تحكي عن إنه كل الناس اليوم عم تتواصل مع موسكو وبدها حل بالنهاية بالمنطقة، ما بحدا قادر بعد يشطح لقدام كتير بعدم إيجاد الحلول. لوين رايحة سوريا بالتحديد؟ أنا بتصور وحسب ما الواحد ممكن يقرأ كل ما يحصل في المنطقة، نحن في مناخ مغاير، مناخ التفاهمات. يعني انتقلنا من مناخ الحرب المطلقة إلى فتح زمن التسويات، فتح أبواب للتفاهمات والتسويات. إذا بتشوفي اللي عم يحصل بالحركة الدبلوماسية وعلى الأرض، منقول إنه نحن ذاهبون أكثر إلى نوع من التسويات السياسية، بس في إلها أثمان بعد لم يتفق عليها. يعني أنا بشوف اليوم إنه الرئيس السيسي بعلاقات ممتازة مع روسيا، موجود هناك. روسيا ستقيم مفاعلات نووية داخل مصر، الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية عالية جدا. بشوف الملك عبد الله الثاني موجود بموسكو، وبشوف ولي عهد الإمارات بموسكو. يعني هيدي الأطراف الثلاثة
اللي كانت تعتبر بلحظة معينة هذه الدول في مكان آخر. وبشوف أنه الملك سلمان ذاهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. برجع للنقطة الأساس أنه في تفاهم أمريكي روسي أنه كل طرف منا يقنع الأطراف التابعة له بتوفير مناخ للحل. أنا برأيي أساس الحل تم الاتفاق عليه بين روسيا وأمريكا اللي هو جنيف واحد مع تعديل الفقرة المتعلقة بالحكومة ذات الصلاحيات الواسعة، وضيف إليها جملة تقول بتوافق كل الأطراف. يعني ما فيك تجي تقولي له للرئيس الأسد إنه نحن بدنا حكومة بكل صلاحيات الرئاسي وإنت ما قلق. لا، هن فتحوا الباب إنه خلي نعمل تفاهمات دبلوماسية وسياسية ودستورية للمرحلة المقبلة في سوريا، والمرحلة المقبلة في سوريا تتطلب إعادة تعويم الجيش السوري، لأنه بيعتبر إنه الآن بالمنطقة أمام الموجات التكفيرية الجيش السوري لازم يرجع يقوى ما يضعف بالمرحلة المقبلة لكي لا تسقط سوريا بأيدي التكفيريين. إذا بدك تقوي الجيش السوري، إذا بدك تدخلي من المجموعات المسلحة التي كانت تقاتل الجيش السوري بتسوية. أنا لما بشوف الزبداني بعد المعركة اللي هي تعتبر زبداني ساقطة عسكريا الآن، عم شوف بالزبداني في تفاهمات إيرانية تركية لتسوية الوضع في الداخل مع كل طرف يعني وحلفائه. وبشوف انه بموسكو وبالولايات المتحده الامريكيه في تقارب جدي لايجاد حل سياسي لسوريا، استبشر خيرا. بس هيدا لا يعني انه الحل رح يكون بكره وبعد بكره. صحيح. عاده لما بتصير تفاهمات بيعلى منسوب القتال. بس اليوم كثير استاذ سامي بنسمع انه الحل السياسي، وحتى نحن بنعتمدها احيانا مش كثير بنكون فاهمينا على ماذا تبنى ركائز الحل السياسي. يعني اليوم اذا بدنا هيك بكثير اختصار نشرح شو يعني حل سياسي، لما بنقول كلمة حل سياسي يتضمن شو؟ واضح الحل السياسي. شوفي لما بتشوفي يوم الرهان مثلا مع بشار الأسد أو بدون بشار الأسد، أنا مع هذا النظام، حب وضح هذه النقطة، تركيبة هذا النظام. شوفي لما بتشوفي أشرس الدول الغربية كانت مناهضة لإيران وقربا من إسرائيل في مرحلة التفاوض الإيراني الغربي اللي هي فرنسا. يذهب لوران فابيوس وزير الخارجية إلى طهران ويوجه دعوة للرئيس الإيراني يوجه دعوة للرئيس الإيراني للذهاب إلى فرنسا. لما بتشوفي الآن، عملي بس إحصاء حجم الشركات التي ذهبت إلى إيران من كل دول العالم بما فيها الشركات الأمريكية. لما بتشوف حجم السياحة الغربية اللي بدأت تذهب إلى إيران، صارت إيران في مناخ آخر. إذا صارت إيران في مناخ آخر رغم كل التخبيص اللي حاصل، ناس مع الاتفاق وناس ضد الاتفاق وناس مع روحاني وناس ضد روحاني وبيضطر المرشد للتدخل، معناتها طب حلفاء إيران والحليف الأساسي اللي هو السوري عمليا لا يمكن أن نفكر أنه بمرحلة التفاهمات المقبلة سيتعرض لخسارة كبيرة. لبل في هلأ منطق جديد يقول لك أنه لو ما السوري ما كان الإيراني استطاع أن يفاوض وأن يصل إلى هذه النتائج، كمان مثل ما أنه لو ما الإيراني السوري ما كان صمد. يعني هذا مثلث ثلاث أضلاع، الروسي والسوري والإيراني. وفي عندك كمان بالمقابل رأي آخر يقول لو ما باع الإيراني شوي بسوريا وبحلفائه وما كان قدر توصل كمان للتفاهمات. هلا هيدي هون شوفي أنا ما بشوف، أنا ما شفت أنه أولا لم يدخلوا في الملفات الإقليمية حتى الآن. بس أنا بدي أسأل شو بده يبيع. يعني مثلا بالحل السياسي المنشود بسوريا، خديها مني بمعلومات وليس بتحليل، الأمريكي كما الأوروبي صاروا قابلين وأبلغوا القبول بأنه الرئيس الأسد هو جزء من المرحلة المقبلة. هلأ هو بيفضل في الخلاف أنه هذه المرحلة تطول أو تقصر. ما عاد المسألة، طيب لما بتشوفي وزير الخارجية السعودي السيد عادل الجبير من قلب موسكو يقول نحن مع بقاء وتقوية الجيش السوري ومع بقاء مؤسسات الدولة لكن بعد رحيل الأسد، معناتها خذي الجزء الملآن من الكأس أنه السعودية غيرت الآن رأيها بالجيش السوري وصار الجيش السوري مطلب في المرحلة المقبلة. إذا كان الخلاف على شخص الرئيس الأسد بالنسبة للمحور الداعم للرئيس الأسد ولسوريا أنه هو عنوان الهزيمة أو الانتصار في المرحلة المقبلة أو الصمود بالنسبة لهم، إذن لا يمكن بأي لحظة من اللحظات، وأعلنها الروسي وأعلنها الإيراني. يعني الروسي ما كان بالصدفة قبل أن يستقبل ولي العهد السعودي، مش هيك، الأمير محمد بن سلمان، أعلن الرئيس بوتين عمليا أنه الرئيس الأسد نحن ندعمه لهذه الأسباب ولا يمكن التخلي عنه.
وبالمرحلة اللاحقة لافروف رجع كمان أعلن نفس الشيء بوجود عادل الجبير الوزير السعودي الذي قال الأسد يرحل سياسيا أو عسكريا. طيب وبتسمعي أنه صار في اتصالات مباشرة وبتشوفي الرئيس الأسد بلقائه الأخير بيحكي عن انفتاح على مصر أنه نحن ومصر بجبهة واحدة وكلام جدي أنه السفير المصري ربما سيعود إلى سوريا قريبا وبتسمعي عن الانفتاح العربي اللي حاصل وبتسمعي عن زيارات للواء المملوك إلى السعودية وما إلى ذلك. إذن نحن دخلنا في مناخ الطرفين هذه الزيارة يعني مين نفيها؟ السوريين نفيوها. كيف نفوها؟ وزير الإعلام السوري كيف نفيها؟ نفى انه لا ما راح يعني والسعوديين نفيوها. لا افهم وين نفوها السعوديين؟ وين الحقيقة بالموضوع؟ وين نفوها السعوديين؟ بدك رأيي ولا بدك معلومات؟ بدي معلومات ورأيك. أنا برأيي صار الاتصال وصار أهم منه كمان. في اتصالات مع كل الدول العربية. مباشر أو غير مباشر. شوفي سمر. الآن في سعوديون كثيرون يقاتلون على الأرض السورية. مش هيك؟ بدأ التفجيرات بداخل السعودية. التفجيرات لم تعد تقتصر على مساجد تابعة للشيعة. طالت مساجد سنية. في السعودية لم يعلن عن عمليات تفجير كانت ستحصل وأجهضت مشان ما يؤدوا إلى هلع للناس أكثر. حطي حالك محل الأمن السعودي، شيلك من السياسي. هاي المجموعات الموجودة بسوريا بدأت أو جزء منها بده يرجع على بلاده. اسمه مع مين لازم ينسقوا؟ يعني مع مين بتنسق إذا في عندك معتقلين سعوديين بسوريا أو في عندك قوات سعودية أو مجاهدون أو إرهابيون أو تكفيريون؟ معتقلين بسوريا. لا بحكي مع مين بدك تنسق؟ إما بتنسقي عبر إيران أو بتنسقي عبر الروس أو بتنسقي عبر العراق أو بتنسقي بشكل مباشر. مش هيك؟ وأنا بتذكر أنه ببداية الأزمة السورية اللواء المملوك لما راح بجولة إلى الخليج وقتها أحد الأمراء السعوديين استقبلوا في المطار ودعاه لكي يدخل إلى القصر. هلأ هذا الأمير بطل له دور كتير كبير يعني، بس ما فيك تحكي بالدول لما يوصل الصراع إلى هذه الدرجة من الخطورة أنه طيب أنا بعطيك معلومات أكثر. بعز دين الحرب وكل الناس كانت الأطلسي داخل بالحرب ضد سوريا والإعلام داخل وما إلى ذلك، كان في وفود أمنية أوروبية تذهب إلى سوريا. صحيح. بعض هذه الوفود بيعرف اللواء عباس إبراهيم أنه كان ربما هو يرافقها. مش هيك؟ ما كان في اتصالات دائم، بس تبلش تحكي بالأمن وبعمليات إرهاب والآن تشكيل. طيب هل برأيك أنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لما بيحكي عن جبهة ضد الإرهاب وبيعيد التذكير بها بوجود الرئيس السيسي أول من أمس أنه هذا الكلام هيك وتتلقف سوريا وتقول نقبل ولكن بحاجة إلى معجزة عمليا، خذي الجزء الأول نقبل بعدين المعجزة يمكن تجي تحصل. إذن نحن بالمنطقة في مناخ من التفاهمات. هلأ في ناس متضررة من التفاهمات لا شك، يعني فيك تحكي أنه إسرائيل بتحاول تعطل التفاهمات، فيك تحكي عن دول لن تقبل لا الآن ولا بعد فترة أنه إيران تخرج رابحة على كل الجبهات، إذا بده يحاولوا يضل في محاولات العرقلة. عم نشوف اليمن شو صار. طب بتروحي على اليمن، باليمن عم نحكي عن صواريخ سكاد بدأت تطلق من الأراضي اليمنية، عم نحكي عن صواريخ شو بيسمونها ضد الدبابات اللي دمر فيهم دبابات الميركافا الكورنات وغيرها حزب الله هون. طب صاروا الحوثيون يستخدمونها، هي من وين نزلت بالباراشوت يعني من وين اجت؟ اذا انت لما بيصير مناخ للتفاهمات بيصير في مسالتين، اولا بيصير في خطوط ممدوده على كل الاتجاهات وبيصير في رفع من مستوى القتال لتحسين ظروف التفاوض. وفي الاس 300 هلا كمان يلي عم بيصير الاس 300 مبدئيا حصلت الصفقه هلا في حول الاسعار لانه على ما يبدو الروس بدهم السعر اعلى شوي. سمر الان أنا كنت بأوروبا بالفترة الأخيرة، الشركات الأوروبية الكبيرة من توتال وألف وغيرها وصولاً للشركات الألمانية والشركات الأمريكية صار عندها مكاتب متخصصة بإيران. أنت عم تحكي الآن بأزمة اقتصادية، إذا بتشوف هلا الانهيارات الاقتصادية السارة بالعالم من الصين إلى دول الخليج إلى الدول الأوروبية، طب السوق الإيراني سوق كبير وضخم مش هيك؟ يعني يتعامل لحاجه الناس راجعه باختصار يعني هيدي يعني انا مش وبعدين شو لقدام كتير لا بعدين خلينا نحكي خلينا نروح ابعد من هيك. طيب من خمس سنوات بديك نوقف من وقت من خمس سنوات مش هيك انه الهدف الاساس اسقاط النظام السوري واسقاط الرئيس بشار الاسد. طب الزلمه مش بس لم يسقط، طيب بعده يقاتل على الارض وبعده يدفع يعني رواتب يتقدم. بعده يدفع رواتب حتى المعارضين في مناطق التي ليس للدولة السورية نفوذ فيها، والعالم يعني القوى الأساسية بالعالم
متفقة أنه أنت ما بقى فيك تحكي حتى شو بدك بالتصريحات أنه يجب أن يرحل وكذا وهيك، ما بقى فيك تحكي بحل بسوريا بدون حل يكون فيه النظام السوري وتحديدا رئيس الأسد جزء من هذا الحل. صح. لي قبل ما نختم، نطرني كتير على الخط معي مباشرة عبر الهاتف سيد علي دغمان، وهو من حملة بده يتحدث باسم حملة بدنا نحاسب، يلي اليوم عندهم تحرك أمام وزارة الداخلية وعندهم مؤتمر صحفي على الوحدة. هي. بعد شوي هنين مشكلين جديد الناس يلي انصابوا بهذه، تعرضوا لإصابات بهذه التظاهرات يلي حصلت. صباح الخير سيد علي، وسوري نطرناك شوي على الخط طولنا عليك. صباح الخير سيد سمر، صباح الخير استاذ. اهلا وسهلا فيك، تفضل علي حطنا بصورة تحرككم اليوم، شو اللي عاملينه اليوم على الساعة 6؟ نحن مبدئيا داعين للتجمع بساحة رياض الصبح لانطلاق بتظاهرة احتجاجية باتجاه وزارة الداخلية على الصنائع. نعم. اللي شاهدناه بالأيام السابقة بدءا من أول يوم لظهور الاحتجاجات والقمع البوليسي والإجراءات غير الطبيعية اللي قامت فيها السلطة لمحاولة تخويف الناس ومنعهم عن التعبير برأيهم، سواء عبر إجراء فحوصات تعاطي لمتظاهرين وكان تصوير الناس اللي نزلوا يتظاهروا أنه هم مجموعة متعاطين وليسوا منظمين سياسيين أو ناس عم تعبر عن رأيها، فيعني لأنه بيتحمل المسؤولية عن هذه الإجراءات والوزير الوصي هو وزير الداخلية. نتوجه اليوم للاحتجاج لنطالب بمحاسبة المسؤولين عن إطلاق النار ومن أعطاهم الأوامر والمسؤول عنا سياسيا وأمنيا واتخاذ إجراءات مسلكية، لأن لحد اليوم بعد ما شفنا أي إجراءات مسلكية. نعم. ولأنه في إصابات كثير، يعني في تعاطي خطير مع كل الناس بيصابوا، في ناس كانوا معتقلين وهم مصابين ومنعوا دخول الطريق الأحمر أو طبيب إلا بعد أيام حركة احتجاجية مثل ما صار على محصر طريق الشام لنقلنا المستشفى، واليوم المصاب على الجبل لا زال بالمستشفى وفقد عينه، وحيكون إن شاء الله هو المصابين من الآخرين بمقدمة التظاهرة صوب. طيب علي إذا سألوكم بالمقابل أنه في كمان من قبل العسكر إصابات وفي ناس اعتدت عليهم، هل أنتم مع المحاسبة من الطرفين؟ طيب خلينا نتفق على شغله، كان واضح ووسائل الإعلام كانت عم تصور كيف تم اعتداء القوى العسكرية وخصوصا نهار الثلاثاء. نهار الثلاثاء ما كان يعني من أول لحظة الساعة 8:30 أول هجوم عملته القوى الأمنية على المتظاهرين السلميين ما كان له أي مبرر، وكان في عنف يعني مش طبيعي. المشاهد اللي شفناها بوسط بيروت لوقف على الناس بالمباشر لا يبررها أي اعتداء. شو كانوا عم يعتدوا؟ بشو كانوا عم يعتدوا؟ انه في بعض الناس عم تعبر بانه زت انيس ماي، بدي اقول هيدي افرازات النظام، واليوم اللي خرج اللي ابناء الشوارع والمفطرين ليعبروا، وهيدي الطريقه اللي علمتهم القوى والاحزاب بالسلطه يعبروا فيها، بالتالي النظام يتحمل مسؤوليه الافرازات اللي انتجها، مش المتظاهرين بده يتحملوا مسؤوليه، حق الناس تعبر، حق السلطه تضمن، السلطه السياسيه والامنيه تضمن حق الناس بالتعبير والتظاهر السلمي وحفظ امن المظاهره. يفترض على القوى الامنيه يعني تتحلى بضبط النفس وباقصى درجات ضبط النفس، ما في اي مبرر لاطلاق النار والرصاص الحي ورصاص البومب اكشن على المتظاهرين، شفنا كثير اصابات من هذا النوع، ما في مبرر لضرب المتظاهرين بعد اعتقالهم بالشكل الوحشي او سحبهم من سيارات الطريق الاحمر، ما حصل لا يمكن تبريره باي شكل، اعطى الانظمه البوليسيه ما بتتعاطى بهذه الطريقه. نعم. مع معتقلين. عندكم مؤتمر صحفي كمان عليه على الساعه 1 برياض الصلح. نعم. في شكل مشاركتنا من رياض يعني اليوم برياض الصلح الساعه 1 نعلن عن مشاركتنا شكلها واهدافها بالتظاهر نهار السبت غدا، ودعوه لكل الحملات والمكونات الاخرى للتعاون من اجل انجاح اهداف التحرك الشعبي اللي صار له اسبوع. نحن قلنا من اسبوع بالشارع عم نحاول نزخم، عم نحاول نضل كل يوم عم نقول للسلطه السياسيه مستمرين والاحتجاج مستمر. حنعرض بالمؤتمر الصحفي ايضا التطورات القانونيه اللي عم يلحقوها مجموعه من المحامين. اليوم كانوا يعني بهالاثناء هن عم يتوجهوا ليرفعوا دعاوي موثقه بتقارير الاطباء الشرعيين وبشهادات اللي تم الاعتداء عليهم بالقوى الامنيه.
نعم، أنا بشكرك كثير على هذه المداخلة علي دغبان من حملة بدنا نحاسب، وموفقين بكل التحركات يلي رح تقوموا فيها. استاذ سامي كلاب، يا ريت الوقت بيمتد معك أكثر وأكثر. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، شكرا. اتفقنا نلتقي بكرة إن شاء الله. عندي ملاحظة بس لو سمحتي سمر، أنا بحيي الأستاذ علي طبعا وكل زملائه، ولكن أيضا أقول أنه تروا بالمعالجة، يعني ما فيكون فقط أنه نحن نقول سنحاسب سنحاسب سنحاسب، في تفكير منطقي وعقلاني وقانوني وقضائي. أنا بعرف، أعتقد وبعرف أنه يمكن الوزير المشنوق انزعج مما حصل في الشارع مثلهم، فلتشكل لجنة بينهم وبين الوزارة وتحقق جديا بما حصل، ويكون عليها أمامها قضاء نزيه، وليحاسب كل الأطراف، لأنه أكيد ممنوع وغير مقبول نهائيا أنه واحد بعد أن يعتقل يفوت ويدعوس وينضرب بمقر للأمن. هذا مرفوض رفضا قاطعا، بس لازم يصير في تحقيق جدي، لأنه بهكذا أحوال ما بتعرفي من يطلق النار على كل الأطراف. يعني هيدي رهن بإيد وزارة الداخلية وبإيد الأجهزة بإيد القضاء يلي عم بيقوم بهذا الأمر. بدي أشكرك كتير على تلبيتك الدعوة ووجودك معنا اليوم باستديو، قعدناك فترة طويلة. بالعكس، دائما بسعادة كبيرة. شكرا لك يا سمر. شكرا لك، ودائما أعتز بالحضور معك لأنك صحفية شاطرة ومنحبها. تلميذك، اهلا وسهلا فيك، انت استاذنا، استاذ كبير استاذ سامي، وانا بدي ارجع جدي الدعوه لك بكره اذا بتحب كمان تشارك معنا. ذكركم مشاهدينا بكره الساعه 10:30 مباشره الحدث رح يكون من رياض الصلاح، رح يكون عندنا هايد بارك مصغر، نسمع فيه اراء هالشباب، شباب من كل الجمعيات من كل الفئات من كل المناطق، رح نجرب كمان بمشاركه صحفيين وفنانين كمان، و قد ما نقدر يكون أكبر تمثيل وأكبر رأي عاد ما بيسمح لنا الوقت عاد ما كمان الناس بتشرفنا. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء في الغد.